السلام عليكم. في الدروس السابقة أخذنا الـ adjective of people والـ adverb of time، وأخذنا كذلك المجموعة الثالثة اللي هي bank. الآن نركز على المجموعة الأكثر أهمية وأكثر تكرار، اللي هي مثلا نبدأ بكلمة restaurant. ثم طلعنا 20 words that may you could use during the restaurant. The first word we have here is bill. البيل هي الفاتورة. breakfast فطور. check اللي هي قائمة الطعام مثل اللي تجي في الفاتورة. cup cups. dessert اللي هي مثلا قسم السكشن اللي راح يكون في المنيو اللي هي مثلا الحلا أو الحلويات هذه. dinner العشاء. dressing اللي هي الأشياء اللي زي مثلا تحطوها على سلطات وبعض الأشياء. هذه مثلا الأنواع الدريسنج اللي تكون تنحط على سلطات أو بعض الأشياء الأخرى. drink أو نستخدم مثلا كلمة beverage اللي هي المشروبات. fork شوكة. عندنا أساسية كلمة برجر، ثم نضيف عليها مصطلحات أخرى سواء كان بيف ولا برجر لحم مثلا أو تشيكن برجر. عندنا we have the word knife سكين. lunch غداء. menu اللي هي قائمة الطعام. napkin أو تيشو اللي هي المناديل نشاف. الأوردر اللي هو الطلب للزبون. excuse me can I make your order please yes. salt ملح. spoon ملعقة. water ماء. coffee قهوة. tea شاي. هذه باختصار بعض المصطلحات في الريسنت. طبعا قائمة الطول بس هذا بشكل يعني تقدر مثلا الرايس بيكون مثلا الرز سلد سلطات في عدة أشياء. يعني شوف مثلا أنت الشيء اللي تستخدمه تطلبه وتحبه تقدر تضيفه ضمن القائمة. فحاولوا مثلا لو رحت مثلا مطعم شفت عنده قائمة عربي وإنجليزي حاول تقرأ شوي من اللي تسوي compare between Arabic and English بحيث إنك تتعلم أكثر. من في حال مثلا سافرت برا السعودية ممكن ما تلاقي المنيو عربي، فيكون أفضل إنكم مثلا تشوفوا طبقات مثلا تحبوها أو مفضلة وتعرفوها بالإنجليش عشان تسهل عليكم عملية الطلب. طبعا الريستورانتس يعني برا السعودية لها تايبس. في عندنا الفاست فود زي ما معروفين ماكدونالدز وبرجر كينج، وفي عندنا الميديتيريان ريستورانت. الميديتيريان ريستورانت اللي هي المأكولات الشامية هذه، وعندنا أيضا الإيسترن ريستورانت اللي هي المأكولات الآسيوية. الآن انتهينا من تقريبا من قائمة مجموعة الريستورانت. نروح إلى مجموعة أخرى مهمة نتداولها تقريبا شبه يوميا في حياتنا اللي هي الويذر حالة الجو. دائما تكون شغلنا شاغل يوميا عن حالة الجو حيث يكون حديث عام. فمثلا عندنا تقريبا 13 words مهمة نتداولها. we have the word clear الجو صافي. الآن لاحظوا الكلمات كلها نطقها بالعنوان الرئيسي اللي هي weather. فالآن مثلا نقول clear it is clear الجو صافي. cloudy اللي هي غائم. cold بارد. cool اللي هي جو جميل مناسب.
فوقي ضبابي hot حار humid الرطوبة rainy ممطر snowy مثلج stormy عاصف وساني مشمس وكلمة ما قبل الأخير we have warm اللي هي دافئ. طبعا ما بعد الكولد اللي قلنا كولد مناسب لحد يكون في فصل الخريف أو الربيع hot warm حق الصيف مثلا hot راح يكون فترة الظهيرة warm مثلا في فترة الليل. الكلمة الأخيرة windy يعني اليوم في رياح. مجموعة سهلة فحاول تركز على الكلمة مثلا الآن مثلا احنا مثلا في السعودية معروف اللي هي الأخبار وهذا مثلا نسميها سام ستور أو اللي هي أو مثلا نقول هذه العاصفة اللي هي الغبار نسميها سان ستور وإذا كان بس مثلا غبار نقول دست غبار. السبيلينج حق كلمة دست دي يو اس تي دست غبار أربع حروف فحاول مثلا تحفظ هذه الكلمة لأنها الآن مثلا نحن في فترة الصيف وتكسر حالة الغبار في السعودية. لذلك الآن كل شغل نشتغل في الفصل الجاي راح نتداول عن كلمة hot warm maybe it's windy humid إذا كنتوا في الشرقية أو في الغربية humid وعندنا dust اللي هي الآن بننتقل إلى مجموعة أخرى وهي الفاميلي members. As you see, we have 17 words. يعني مهم إن أعرف مثلا شجرة العائلة حق المنزل وأسماء. هل مثلا شجرة العائلة نسميها family tree. Family tree يعني tree شجرة ونضيف لها الفاميلي راح تكون شجرة العائلة. لذلك نبدأ مثلا بمثال بالكلمة الأولى aunt اللي هي العم أو العمة brother الأخ cousin ابن العم أو ابن الخال سمي أو القريب سمي cousin الدوتر اللي هي الابنة father الأب A granddaughter, a granddaughter راح تكون الحفيدة، أما grandson اللي هي الحفيد، و grandmother اللي هي الجدة الأم، grandmother. في عندنا نقول أيضا a grandfather يعني الجد. هذا grandmother الجدة grandfather الجد. الآن مثلا عندنا كلمة son الاب و daughter نضيف كلمة on grand نضيف كلمة grand أساس نحولها إلى الأجداد. هذا قلنا granddaughter grandmother grandfather mother اللي هي الأم نيفيو اللي هي ابن الأخ ده كان مثلا عندك ابن أخ نيفيو ونيس ابنة الأخت ابنة الأخت يعني الأولاد من أخوه راح يكون نيفيو والأولاد من الأخت راح يكون نيس سيستر
اللي هي الأخت، سان زي ما قلنا الأب، ستيب دوتر أو ستيب ماذر أو ستيب سان. لما نقصد الآن بالكلمة ستيب دوتر أو ستيب ماذر أو ستيب سان، هذا مثلا نقصد مثلا لشخص تزوج من قبل وكان عنده ولد أو بنت وتزوج مرة ثانية، فالأخ راح يكون مثلا نقول ستيب سان اللي هو الابن الزوج، أو ستيب ماذر هي الزوجة الثانية مثلا، ستيب دوتر، وأيضا عندنا أنكل اللي هو الخال. في حال إن الشخص مثلا تزوج المرة الثانية، الزوجة الأولى إذا كان مطلقين يعني مثلا استخدم مصطلح إكس وايف أو إكس هاسبند، مثل ما أقول مثلا زوجي السابق، مثل ما أقول مثلا my old husband، ما أقول old husband أو my old wife زوجتي القديمة، no. في الإنجليزي راح نستخدم EX wife أو مثلا EX husband. أحيانا أيضا يستخدموا EX هذه إلى شركة my EX company اسمها مثلا فلانية، مثلا أو مثلا حتى مثلا مع الصداقة أو أي شيء، الصديق القديم راح نقول my ex friend، he was my ex friend. وبالتالي الآن انتهينا من ثلاث مجموعات في هذا الدرس، ثلاث مجموعات سوا، انتهينا تقريبا من ست مجموعات. لنا اللقاء في الفيديو التالي إن شاء الله. عدة vocabularies. شكرا.